السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، ومتلت لكم بحلقة جديدة من سلسلة تختيم لعبة جي تي اي 5، وهذه الحلقة 28. وفي هذه الحلقة سوف نقوم بأكبر عملية سرقة الذهب، وسيكون هذا المقطع الجزء الثاني رفاق من هذه السرقة. ففي الحلقة السابقة قمنا بهذه العملية لكن بالخطة A، يعني السبط المهارة. أما الآن سوف نقوم باختيار الخطة B، أو نعم الطريقة B obvious، يعني وهي الوضوح. أوكي رفاق، كما ترون لقد دخلنا الآن وجميع الشباب في انتظارنا هنا، مايكل الوحيد الذي لم يصل. اوكي طبعا انا سوف اجتاز الكاتسين وسوف اجتاز الخطه لانني استمعنا اليها في الحلقه السابقه وعرفنا مضمونها. اما الان سوف نذهب مباشره الى الخطه بي. كما تعرفون فلقد اخترنا الخطه اي، يعني سبط المهاره في الجزء الاول، وهذه المره سوف نختار الوضوح. اوكي obvious. اما الان سوف نقوم باختيار الدرايفر، السائقين. سنحتاج هنا الى سائقين، كما اننا سوف نحتاج الى هنا الى حاملين للاسلحه، يعني محترفين. ممتاز، سوف اختار هذا الشخص وسابحث عن هذا. لا ها، اين هو هذا؟ هو نعم، هذا هو شيف صديق تريفر. وهذه المره ليس عندنا يا رفاق الهاكر، هذه المرة يا رفاق لن ينضم إلينا الهاكر، لأن لن نحتاج إليه. ممتاز، الآن دعونا نخرج من هذا المكان. أوكي، هذه هي الرسالة التي انتظرتها، وبعد قليل سوف يتصل بنا ليستر، أو لا أعرف إذا كان سيتصل أم لا، لكن هذا ما كنت بانتظاره. بعد أن تصلكم الرسالة سوف يطلب منكم سرقة آلة الحفر أو شيء كهذا. لكن بالأول سوف أذهب أنا إلى الإميونيشن، إلى متجر الأسلحة. هناك بعض الأشياء سوف أقوم بشرائها، بعض الأسلحة سوف أقوم بشرائها، فلن أطول كثيرا. وبعد أن اشتريت الأسلحة رفاقنا الآن متجه مباشرة إلى تلك المهمة الهايست، وجيم يتصل بي لأنه في ورطة. نعم أتذكر هذا الاتصال. نعم جيمي في ورطة يا رفاق، لكنني لن أساعده اليوم يا رفاق لأنني مشغول. هيا لن أساعدك يا جيمي، أنا لست فاضي لك، حل مشاكلك بنفسك. أوكي ماذا حصل؟ أوكي هو يجيبه. ممتاز. To my father's money do you think it'll take to get me out of this situation? حسنا الان يا رفاق ما سافعل، سوف اصعد للاعلى هنا ثم استخرج سلاح سنايبر بكاتم الصوت الذي اشتريته حاليا قبل قليل، وسوف اقوم بقتل جميع الحراس الموجودين هنا. واتمنى اتمنى اتمنى الا يعني أين هو ذلك السلاح؟ هذا هو، نعم هذا هو السلاح الذي اشتريته بكاتم الصوت. والآن يوجد هذا الحارس علي قتله. ممتاز، لحظة بوم، جميل جدا. رجال العمال أيضا يجب أن أقوم بقتلهم، لأنهم إذا اكتشفوا بأنني سوف أسرق تلك الشاحنة التي تحتوي على آلة الحفر تلك، فسوف يستدعون الشرطة. أوه عندي نجمة، عندي نجمة. أه لا سقطت، لا بأس. أوه عندي نجمة يا رفاق كما ترون، وهذا ما كنت أخشى. الآن علي الهروب حتى أتخلص من رجال الشرطة، بعد ذلك سوف أعود وأكمل مهمتي. ممتاز، كما ترون قتلت حارس للتو بهذا السلاح، لأنني عندما عدت وجدته موجودا مرة أخرى، ظهر من جديد. لكن لا يهم، سوف أقوم بقتلهم بهذا المسدس، وأتمنى ألا أصدر أي ضجيج ولا أحصل على أي نجوم. يوجد واحد هنا، هذا ممتاز ممتاز، قضيت عليه. واحد آخر يوجد في هذا المكان، علي التخلص منه. أين 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 ها هو، إنه بعيد لكن أستطيع ضربه، أستطيع قتله من هنا بضربة واحدة فقط. أوه هنا يوجد هذان الرجلان، هنا سوف أستخدم سلاح السنايبر يا جماعة. لحظة 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 لحظة، أوكي أين سلاح السنايبر؟ هذا هو، أو سوف نقتل هذا الحارس بالأول حتى لا يكون هناك أي ضجيج يعني. أوكي ممتاز، كانت الفرصة السانحة لكي أقتله معا، لكن فوت الفرصة. هذه هي الفرصة. لا لا نعم، أحسنت 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 يا يوبي. هيا هيا هيا،
لا حصلت على نجمتين، كيف؟ لا مشكلة حسنا، لا يهم، سوف أركب الشاحنة ثم أغادر هذا المكان. هيا حسنا، دعوني أركب بالأول. ممتاز ممتاز ممتاز، ثم أذهب من هنا، سوف أذهب من هذا الاتجاه. لحظة، على مهل على مهل على مهل، استذر استذر، جميل، هذا جيد. الآن كل ما عليه فعله الآن هو الهروب من رجال الشرطة. طبعا سوف أريكم كيف، عليكم فقط أن تسلكوا هذا الاتجاه، هذا الاتجاه لن تصادفوا الشرطة هنا، مما يعني أنكم سوف تستطيعون يعني الفرار من رجال الشرطة بسهولة. أوكي، هل رأيتم؟ بو 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 بو، واحد قادم من هناك، سيارة قادمة من هناك. حسنا، سوف أتوقف هنا قليلا. ممتاز. لا 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 لا، علي الهروب، سوف أدخل من هذا المكان. أوكي، أو تخلصت من رجال الشرطة، ممتاز. أوكي، دعوني كي أرى إذا كان هنا طريق أو شيء أو مشابه. I paid off a guard at the parking lot around from the bank. He'll open the gates for you. Okay, if you trust him. Okay, الآن علي أخذ هذه الشاحنة إلى البارك الخاص، الخاص بالموقف السيارة أو شيء كهذا، يعني البارك الموجود بالقرب من البنك. وأخيرا بعد عناء طويل جدا استطعت إخراج هذه الشاحنة من ذلك المكان الضيق رجوعا للخلف. أما الآن فدعونا نأخذ هذه الشاحنة أو آلة الحفر هذه إلى البارك. حسنا، أخيرا وصلت بعد عناء طويل. ممتاز، بعد طريق طويل وصلت أخيرا. حسنا، هذا هو البارك الموجود بالقرب من البنك الذي سوف نقوم بسرقته. وطبعا سوف أقوم بتصوير لكم الأساسيات فقط، يعني الأشياء الأساسي. أما بالنسبة للأشياء الغير ضرورية فلن أقوم بتصويرها لكم، لأن المقطع سوف يكون طويل جدا، فاعذروني يا رفاق، وهيا لكي ننطلق. ممتاز، هذا اتصال، اتصلنا الآن بليستر لكي نخبره بالأمر. أوكي، هناك شيء آخر يجب علينا سرقته يا رفاق، وهو القطار. علينا سرقة القطار، لكن المكان أين هو؟ هذه هي، هذا هو المكان، هنا يوجد المكان. ممتاز، هذه المرة يا رفاق سوف نذهب إلى هناك وسوف نقوم بسرقة القطار. وبعد أن وصلنا إلى المكان المطلوب سوف نتصل بتريفر كما ترون لكي يقوم بمساعدتنا في سرقة هذا القطار. أوكي، الآن هنا حارسين أو لا أعرف ماذا يكونان، علينا الآن أن نقوم بالتخلص منهم. ممتاز، سوف أتسلل خلفه. جيد 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 جيد، ثم بوم. أوه، خذ، لا تنهض، هل سوف ينهض؟ أعتقد أني تخلصت منه. أوكي، يوجد واحد آخر بالأعلى في هذه الغرفة الموجودة في الأعلى. لحظة، أوكي، على مهل على مهل. هل ينظر إلي؟ لا. ممتاز، أفقدته وعيه. جميل، خذ الأموال. ممتاز، حصلت على 19 دولار. والآن دعونا نحرك هذا المقبض لكي نقوم بتغيير جهة أو طريق السكة الحديدية لكي نوجه القطار إلى المكان الذي نريده نحن. حسنا، كل ما علينا الآن فعله هو انتظار مجيء القطار، وكما ترون القطار قريب أن يصل إلينا. بعد انتظار قصير هذا هو القطار، لقد وصل أخيرا، وكما ترون لقد قمنا بتغيير اتجاهه. أما الآن سوف نقوم باللحاق به فقط. ممتاز ممتاز، سوف نغير الآن إلى تريفر. جميل جدا، تريفر قريب منا، إنه موجود في المطار القديم أو المطار الخاص به يعني. أوكي ممتاز، هذه هي المروحية التي سوف نقوم بسرقة بها القطار. تخيلوا معي يا رفاق أن نقوم بسرقة قطار، هذا غريب جدا. أوكي، دعونا نذهب إلى التشيك بوينت الزرقاء. وبعد أن وصلت إلى القطار يا رفاق كما ترون، وبعد محاولات كثيرة لكي أحمل القطار، لا أعرف لماذا لا يريد القطار أن يشحن معنا. شوفوا معي، لا أستطيع رفع القطار، انظروا معي، مع أنني فوقه مباشرة، لا أفهم لماذا، غريب والله، هذا صعب جدا، لا أعرف لماذا لا يريد القطار أن يصعد إلى هذه.
إلى الهليكوبتر. حسنا سوف أحاول مجددا، ربما حتى أجد الحل. أوكي على مهل، ثم أنزل. انزل لحظة قليلا، انزل الآن الآن. أخيرا، بعد عناء طويل وأخيرا استطعت حمل القطار. أوكي الآن سوف أقوم بأخذه إلى المطار القادم من حيث أخذنا الهليكوبتر، وسوف نقوم بوضعه فوق الشاحنة. حسناً على مهل. أوكي ثم جميل جميل جداً. هيا اذهب. الآن علينا العودة والأخذ فلات بيت. أوكي علينا أن نأخذ الحاوية على ما أعتقد، لا أعرف، لكن الحاوية الخاصة بالقطار أو العربة الخاصة بالقطار. حسناً وأتمنى هذه المرة جيد جداً من المحاولة الأولى. فهمت كيف الآن عليكم يا رفاقي، السر موجود، لا يجب أن تقوموا بإنزال الهليكوبتر فوق القطار مباشرة، يجب على الطائرة أن تكون مائلة قليلاً لكي تستطيعون حمل القطار. هذه هي هنا يوجد السر يا رفاق إذا أردتم حمله بسرعة. أما الآن دعونا نأخذها إلى الشاحنة. اللاج، لا أعرف اللاج إذا كان عندي يعني في اللعبة لوحدي أم حتى عندكم، لكن أتمنى ألا يحصل هذا. حسنا وصلنا الآن إلى الشاحنة، ممتاز. ثم نرجع للخلف قليلا. أوكي أيوة علينا نستدير، ممتاز على مهل. أذهب للأمام قليلا، جيد. ثم لا أوكي جيد، حطه، أنزله. جميل جدا. والآن قبل الآن بسرقة القطار كما ترون، هذا ما سنحتاجه إليه. دعوني الآن أقوم بإنزال المروحية وأخرج منها. وأخيرا وليس آخرا سوف نحتاج إلى السيارة ذات أربع أماكن أو أربع مقاعد، وسوف نأخذها إلى هذا المكان، وبعد الحصول عليها يجب علينا الاتصال بليستر يا جماعة. لحظة سنخرج من هنا ثم نذهب إلى هنا ثم نبحث عن ليستر. أين ليستر؟ ليستر ليستر، هذا هو ليستر. ثم ممتاز، سوف نقوم بالاتصال به وسوف يدلنا المكان على المكان الذي سوف نقوم بأخذ إليه هذه السيارة. ممتاز، المكان قريب منا. أنا كنت أعرف بأن هذا هو المكان، لأنني الصراحة ما فعلت كما ترون، فلقد حل الصباح، انتظرت كثيرا وانتظرت لكي تفتح معي المهمة، لكن لم أعرف المشكلة، لم أعرف لماذا لم تريد فتح المهمة، حتى ذهبت وبحثت فوجدت نفسي أنني أحتاج إلى سيارة ذات أربعة أماكن مثل ما أخبرتكم. بعدها اتصلنا الآن كما ترون على ليستر ودلنا على المكان الذي سوف نضع فيه تلك السيارة عفوا. وكما ترون عندما تقومون بإيصال السيارة إلى ذلك المكان سوف تظهر معكم المهمة المنتظرة، وهي المهمة أكبر عملية سرقة الذهب. أوكي أحتاج إلى السيارة، توجد هنا سيارة، سوف أقوم بأخذ هذه السيارة ثم أغادر. وهذا ليستر، نتصل به. جيد، يعني كي نخبره بأننا وضعنا السيارة في مكانها فقط. السيارة مزعجة. عندي نجمة. لحظة سوف أصعد فيها ثم أهرب، سوف أهرب وأتخلص من رجال الشرطة بسهولة. بعد أن تخلصنا من رجال الشرطة دعونا الآن نبدأ ونشرع في المهمة يا جماعة. أوكي ممتاز، يا سلام عليك، هذه هي المهمة المنتظرة. أوكي تغير الجو. أين هو فرانكي؟ غير موجود. أوكي سوف نقوم بتغيير الملابس يا جماعة. الكل أصبح جاهزا الآن. هلا هيا فلننطلق.
حسنا يا شباب، إذا كنتم متحمسين معي فأتمنى ألا تنسوا دعمنا باللايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. وهيا لكي ننطلق. أوكي، كما ترون لقد اقتربنا من تختيم. ابتعد دريفر. إلى أين يذهب دريفر؟ غريب، افترقنا يعني عن بعضنا البعض. تريفر لا أعرف إلى أين ذهب. فرانكلين هو الآخر، أما نحن فسوف نذهب إلى ذلك المكان الذي ترونه معي في الخريطة. أوكي، المكان قريب يعني. حسنا، كنا سوف أتينا إلى هذا المكان لكي نصطحب معنا صديقنا الآخر هذا. جميل، يلا لنبدأ الآن. مباشرة فرانكلين فهو متواجد الآن هنا كما ترون، لقد ركب آلة الحفر هذه، وسوف نقوم الآن بتدمير الجدار الخاص بالبنك. يلا هيا انطلق 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 انطلق. لحظة ارجع للخلف. لحظة، المكان مغلق. اوكي، ارجع للخلف قليلا ثم ايوه، جميل جدا. يا سلام، واو، قمنا بهدم البنك، جدار البنك. شوفوا معي، اوه، اخترقوا البنك يا جماعة. خلاص، لقد فتحت الباب، فتحت الطريق. هاي سوف تقوم بهدم هذه البناية، انت استمريت. اوكي ممتاز، دعونا نرجع للخلف. اوكي، جيد، هنا افضل، رائع. اوه، لقد بدأ جرس الانذار يا رفاق. حسنا، علينا تفجير الابواب هذه، الابواب الموجودة فيها الذهب. اوكي، نضع ستيكي بومز هنا وثانية أخرى هنا، ثم نختبئ هنا ثم نفجر المكان. بوم، فتحنا الأبواب الآن. يلا الآن خذ الذهب، خذه. اذهب. أوه، لدينا رفقة يا شباب، لدينا رفقة. خذ كفر. ممتاز، تعالوا. ممتاز، سوف أقوم بقضاء عليهم جميعا. ممتاز، أموت. لحظة، تعال ممتاز، تعال أنت، تعال، جميل، مت. أوكي ممتاز. من هذه الجهة. حسنا، هناك أشخاص من هذه الجهة. جميل جدا. أوكي، رائع، مت. لا أصدق، خسرت. يلا سوف أعيد من جديد. حسنا، تخلصنا من رجال الأمن الموجودين في تلك الجهة، والآن هؤلاء الذين قاموا بقتلي سوف أقوم بقتلهم الآن. هذه المرة لن أخسر أمامكم إطلاقا. أيوة نعم، تعال. أوكي، المشكلة اللعبة عندي غير واضحة يا شباب. الجودة التي ترون بها أنتم المقطع ليس كما أراه أنا يا رفاق، ليس كما ألعب، لأن أخبرتكم النت عندي ضعيف جدا، اللعبة ألعب بها بالنت، فكل شيء هنا يعني التحكم بطيء، وكذلك اللعبة غير واضحة تماما، لهذا لا أستطيع يعني رؤيتهم جيدا. أوكي ممتاز، هذا لم يمت بعد. واو ممتاز، تخلصت منه. الآن ماذا؟ أوكي، هذه الهليكوبتر. سوف نقوم بربط المروحية مع الذهب. هناك لدينا رفقة أخرى من هنا، من هذه الجهة. خذ كفر. ممتاز، سوف أقوم بالقضاء. لا، فأقضي على هذا. جميل، لا، شوفوا دمي. أين، لا يظهرون. هذا هو، ممتاز، هذا لم يمت. جميل، مات. هناك آخر. لحظة. أوكي
دمرته ممتاز، قتلته بالصدفة. ارجع للخلف لحظة لا أستطيع رؤيته. أين هو؟ مختبئ. أي اظهر بسرعة، ليس لدي وقت كي أضيعه معك. أظهر نفسك. أحسنت، ممتاز قتلته. أوه من هنا، من هنا، من هنا، ممتاز. واحد مختبئ هناك، لحظة، ممتاز. يا سلام، قضينا عليهم جميعا. الآن علينا التغيير إلى تريفر. تريفر هو الذي يقود المروحية مع صديقه. فهمت الآن إلى أين ذهب تريفر وصديقه بالأول. ذهبوا إلى المطار القديم لكي يقوموا بأخذ المروحيتين كي يحملان بها الذهب. ممتاز. إلى أين سوف نتجه؟ علي فقط اللحق بهذه المروحية فقط، يعني لا أعرف إلى أين سنذهب، لكن سوف ألحق بهذه المروحية فقط وسوف أقوم بالسباق معها. سويتش تو مايكل لنرى ماذا يفعله مايكل. مايكل أيضا يحارب رجال الأمن. أوكي ممتاز، قتلته. هذا مات. يلا نواصل الآن. تعال 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 تعال. لاغ من جديد. انا اسف جدا يا رفاق، اعذروني على هذا التقطيع. كما اخبرتكم فهو من النت. ممتاز، لحظة. تعال انت، لأين تريد الذهاب؟ مت. جميل جدا، جميل جميل. اعطيني اسلحتكم. لا مروحية. لحظة. من الصعب تدميرها بهذا السلاح. نسيت شراء الار بي جي. والله كان علي شراء الار بي جي يا رفاق لكي استطيع تدمير بها المروحيات، لكن لا يهم. لحظة، هناك من يسدد علي. تعال. اوكي تخلصوا من هذا ايضا. لا مت. لا اوكي فلنكمل الان. ممتاز، تعال. هذا الذي قتلني كان بالقرب مني. اوكي يلا مت، فلتموت. ما هذا العدد الهائل من رجال الامن. اوكي لحظة، هذا واحد. ممتاز، هناك سيارة. هناك من يسدد عليه فوق، لكن لحظة سوف اقوم بقتلك. تعال، حان دورك الان، فلتموت. اين من؟ من يسدد؟ هناك المزيد. شوف 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 شوف. تعال تعال يا اخي، مت مت بسرعة. اوكي يلا دعونا نلحق بفرانكلين. لا اعرف اذا كان فرانكلين او شخص اخر، لا اعرف من يكون. بوم 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 بوم. جميل، قتلته. رجال، مروحية. والله كان علي شراء الار بي جي يا رفاق، والله نسيت شراء الار بي جي. اوكي تخلصت منه. ذهب. واحد هنا. ماذا يحصل؟ لماذا لا استطيع التسديد؟ حسنا تعال. جميل، يلا فلننطلق. تعال 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 يا صديقي، تعال تعال يا صاحبي. تعالوا. بوم 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 بوم. جميل، اصبتهم. اشحن السلاح. يلا فلننطلق. لحظة، ممتاز، مات. ايوه هاي فن. لا 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 لا، مروحية اخرى. اختبئ. حسنا، تسدد على السائق ايضا. ممتاز، قتلته. انفجري. هيا فلننطلق، الحقوا بي يا شباب. هيا، لا اعرف اذا كنت انا من سيلحق الذي سيلحق بهم ام انا، لكن انا اعرف الطريق. هيا تعالوا 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 تعالوا. ممتاز، لحظة، هناك مروحية يجب ان لا انساها. اين هي؟ هذه هي. اين السائق؟ تعال يا سائق. لا يريد السائق ان يموت، غريب. يلا مت انت، على الاقل مت انت. ممتاز، واخيرا فجرت. تعال يا انت، الى اين تريد الذهاب؟ إلى أين أنت آت؟ لو اختبأت في مكانك لكان الأمر أفضل لك، لم تكن ستموت. انتبه. يا أغبياء، كدتم أن تموتوا. أوكي
كي ممتاز. اين واو رجال الامن من في كل مكان يا رفاق. اوكي لحظة ممتاز قتلته. اين هناك هذا ايضا يجب ان يموت. هذا ايضا يجب ان يموت. موت اعطيني سلاحك. وانت وانت مروحية اختبئوه. لا هذه مروحية مختلفة. لحظة 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 ايها السائق فلتموت يا اخي موت. واو اخيرا انفجرت المروحية ولم يموت هو. شوفوا معي يا سلام. واو ثلاث رجال يا رفاق اشعلوا حربا في هذه المدينة لا اصدق هذا. اوكي ممتاز من هذا فليموت. اه ليس من هنا. اوكي حسنا علي اللحاق بهم. اعتقدت بان سوف نذهب من الاتجاه المعاكس. يلا فلتموتوا فلتموتوا يا اخي استسلموا. لماذا تضحون بحياتكم من اجل المال فقط؟ واو هل تعرفون كم شخصا قمنا بقتله فقط من اجل المال؟ يستحقها هذا يستحق المال كل هذا يعني كل هذه الضحايا. او رجال الامن هنا لا اريد الصراحه قتلهم لانهم ليسوا من ضمن المخطط. حسنا دعوني اتركهم. يا يا لن اقوم بقتلهم الان لانهم رجال الامن لا يشكلون عائقا بالنسبه الينا. هؤلاء الاشخاص فقط المشار اليهم في الخريطه علينا قتلهم. ايوه نعم. اوه هؤلاء رجال الاف اي بي رفاق. يلا فلتموتوا قبل ان تنزلوا من السياره. اوه هناك اشخاص قادمون. لحظه ايوه نعم 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 على الاقل فليموت واحد منكم. واو لم يموت ولا واحد منهم. اين هو هذا؟ ما زلت حيا ممتاز. يلا ليس طويلا فلنتقدم. اوكي نختبئ هنا. اين هم؟ هذا واحد جميل. او هذا مختبئ. من سوف اقتل الان؟ اوه هناك اشخاص قادمون. هناك دعم يا رفاق. لقد اتى الدعم. اوكي ممتاز قتلت منهم اثنان. ممتاز ثالث. كم شخصا بقي منهم؟ لا اعرف لكنهم كثيرون عددهم كبير. تعال تعال فلتموت. ولم يموت بعد. لحظة سأشحن السلاح. أين الآن؟ يلا فليظهر واحد منكم. آه تعال ممتاز. أوه هذا صديقي. أوه هناك. أين؟ مختبئ هناك. ممتاز. لا 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 أوكي يلا 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 لا 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 ممتاز. اه هنا واحد في هذا الاتجاه. ممتاز يا سلام. اوه كانت حربا طاحنة. فقط اثنان. اه هذا هو الثالث. واو خمسة نجوم. ما هذا؟ لدينا خمسة نجوم يا جماعة. الامر كثير علينا. ممتاز دعونا نختصر الطريق سوف نذهب من هنا يا جماعة. لا انقلبت السيارة. لا تسألوني أبدا كيف قمت بإصلاح السيارة. لا تسألوني أبدا. أوكي دعونا نقفز من هنا. لا ليس مرة أخرى. حسنا سوف أريكم كيف. هذه هي الطريقة. غششت قليلا. أنا آسف. لا لن أعيد المهمة من جديد يا رفاق. والله متعبة كثيرا. أنا فقط عملت لكم هذا المقطع لكي يعني حتى يكون هناك جزء ثاني من هذا المقطع مثل ما وعدتكم يعني في المقطع السابق. على العموم دعونا الآن نهرب من رجال الشرطة. الحق الصراحة الحق على هذه السيارة لأنها سريعة الانقلاب. المهم دعونا نكمل يا رفاق ونهرب من رجال الشرطة. كما ترون لدينا خمسة نجوم من رجال الشرطة. يلا أوكي ممتاز ممتاز ممتاز. هذا المكان هو أفضل مكان للهروب من رجال الشرطة. يعني كما ترون لدينا خمسة نجوم
5 نجوم وإن شاء الله سوف نتخلص منها يعني سريعا. واختفت نجوم الشرطة لكن لا أعرف من أين سأتجه، هل من هذا الاتجاه أو من هنا؟ يلا دعونا نذهب من هنا. هذا المكان يعني مستوي يعني قليلا، ليس مثل المكان الآخر، مليء بالمياه والمنعطفات. أوه سوف نذهب إلى تريفر. يا سلام. حسنا ماذا سنفعل؟ فقط سوف نلحق بهذه المروحية. أعتقد أن الأمر سوف يكون مملا قليلا. لا لدينا رفقة، مروحيات أخرى، ماذا سنفعل؟ أوه سوف نقوم بتدميرها. جميل. لا لقد أخفقت، لا أعرف من كان في المروحية، من يسدد عليهم، لكن لا الأمر المشكلة أنه غير واضح. أوه هذا ليستر، هذا صوت ليستر. أحسنت يا ليستر، يا سلام قمنا بتدمير مروحية واحدة. أوكي بقيت اثنتان توجدان في الأسفل. حسنا هناك مروحيتان في الأسفل. أوكي علينا تدميرهما. يلا يا ليستر. أحسنت أحسنت يا وحش، والله كفو كفو يا وحش. بقيت واحدة، هيا ممتاز، والله إنك وحش 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 بالفعل. واو كما ترون، انظروا معي كم من الأموال التي قمنا بسرقتها، 200 مليون، أكثر من 200 مليون يا رفاق، 201,600,000 دولار، مبلغ لا يتصوره العقل. أوه علينا الآن وضع هذا الذهب في ذلك القطار. انظروا معي تلك المروحية لقد وضعت الذهب، وحان دورنا الآن لكي نقوم بوضع الذهب. أوكي ممتاز. يا سلام نجحنا من المحاولة الأولى. يا سلام عليك. يلا لا أعرف إلى أين يتجه ذلك القطار، أعتقد أن هذا سوف أعمل عليه مقطع خاص يعني عن الأسرار الموجودة في لعبة GTA 5. إلى أين يذهب القطار المحمل بالذهب في لعبة GTA 5؟ ما رأيكم يا رفاق؟ اكتبوا لي في التعليقات إذا أعجبتكم الفكرة فسوف أقوم بها. على العموم دعونا الآن نذهب إلى المطار القادم كما ترون. ووصلنا إلى المطار، انظروا معي سوف نركن المروحية. جميل جدا. أوه ها هم الشباب وصلوا أخيرا. يا سلام شوفوا معي كم رجل هنا. لا أصدق، 6 رجال أشعلوا حربا في المدينة يا رفاق، ولم تقدر رجال الشرطة ولا رجال السوات ولا الميري ويدر على أن يقوموا بالقبض عليهم. لكن كأن هناك رجال ناقصين يا رفاق، إذا تذكرتم فهناك ليستر ويوجد دريفر ويوجد فرانكلين مايكل، وهناك 4 أشخاص عداهم، يعني تقريبا 8 أشخاص. فهناك مفقودان شخصين، هناك مفقودين رفاق، هنا شخصان مفقودان. نعم أعتقد أنهما السائقين رفاق. فهمت، السائق الأول كان يقود القطار لكن الثاني لا أعرف إلى أين ذهب. أوكي دعونا الآن لكي نلقي نظرة على المهارة. أوكي كما ترون لقد أخذنا 201,600,000 يعني دولار، ولم أشاهد الباقي. لا بأس، ضغطت يعني على الزر يعني بالغلط، لا يهم. أما الآن يا رفاق سوف نعود إلى البيت كما ترون، فلقد انتهينا من مهمة سرقة البنك أو سرقة الذهب يا رفاق. واو تخيلتها مهمة سهلة الصراحة، لكنها كانت مهمة أصعب مما تخيلت بكثير. حسنا هنا يوجد، توجد مهمة لدينا هنا، لكن كما تعرفون فتلك المهمة يعني الحلقة الأخيرة فقط، يعني المهمة النهاية أو المهمة الأخيرة من لعبة GTA 5، وسوف نكون قد قمنا بتختيم لعبة GTA 5 نهائيا. وطبعا سوف أقوم بتختيم جميع النهايات، ليس فقط نهاية واحدة، سوف أقوم بتختيم جميع النهايات حتى لا يزعل أي أحد منهم يعني من أبطال هذه القصة.
وكما ترون يا رفاق هنا وصلنا إلى نهاية المقطع، فأتمنى يا رفاق أن يعجبكم هذا المقطع، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيه لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم. كان معكم أيوب أو يوبي، إلى اللقاء.